دخول منذ البداية واللاعب الجزائري الإيبون مباشرة، ربما هذه أسرع إيبون في الدورة، ربما لم تتعدى حتى الخمس ثواني، ويتمكن اللاعب عامري رضا من إحراز الإيبون والعلامة الكاملة وإنهاء النزال وضمان البرونزية. عامري رضا من الجزائر ما أسرع هذا النزال يعني سبع ثواني تقريبا. نعم لم نصل إلى العشر ثواني ما شاء الله. والعامري هذا ربما دليل على تفاوت المستوى وتفاوت الاستعداد بالنسبة للاعبين، سواء خاصة لاعبي شمال إفريقيا، كما ننوه بالمستوى بالنسبة للمنتخب العراقي الذي يشرف على حظوظه اللاعب الدولي السابق وبطل العالم العربي أنيس لونيفي. ربما هذه المشاركات تدل على التحسن في الأداء